على الفالنتاينز داي اوقات بنهدي ورود، اوقات بنهدي شوكولا. ليش بنهدي شوكولا؟ بدنا نسال نتالي. صباح الخير نتالي. صباح الخير ستيفاني. ليش بنهدي اكل؟ يعني ليش على الفالنتاينز؟ ايه انه ليش سويتس؟ ليش اكل؟ صح. يعني دائما الفالنتاينز هلا بنهدي ورود، بنهدي ذهب، بنهدي كذا شغله، بس الاكثر شيء سويتس، جاتو اتسيتيرا ان فورم دو كو. بقى ليش؟ هلا اليوم موضوعنا اكيد بمناسبه عيد سان فالنتين، بدنا نشوف شو هن، ليش عاده بنهدي حلويات اكثر شيء بهالفتره هي، بنهدي اشياء لونها احمر، بنهدي اكيد شوكولا، هو يمكن الكادو نمبر 1 بهالفتره هي. منعوز مغنيسيوم، هي منا مغنيسيوم، رح نعرف ليش هلا ليش مهم الشوكولا. بس نرجع شوي على موضوع الشوكولا. الشوكولا هو او بالاحرى الكاكاو، هي هن نوع من شجره فيها حبوب، واكتشفوها من 4000 سنه بمنطقه القريبه على المكسيك، اللي هن المايز، هن من اهم السيفيلايزيشنز اللي هن اكتشفوا الشوكولا، وكانوا يسموها، كانوا يقدموها للجودز. او اكتشفوا الكاكاو ولا الشوكولا؟ الكاكاو. الكاكاو اول شيء، الكاكاو اللي هي ما بعرف اذا فينا نشوف فهلا بركي بعدين بالفيديو، هي نوع من شجرة فيها فواكه، وهالفواكه فيها حبوب بينز يعني، وهالبينز كانوا يعملوا منها درينكس ويقدموا هالدرينكس للآلهة عندهم، مثل ما عم نشوف هون البينز الشوكولا. بس إذا فينا بس شوي نوقف الفيديو قبل ما نفرجي كيف بيعملوا الشوكولا وكيف وصلوا تيعملوا الشوكولا. دونك هولي حبوب الكاكاو عادة كانوا يعملوهم كمشروب، وكانوا يقدموهم للآلهة مثل ما كنت عم بقول، وكانوا بالمناسبات بالأعراس كانوا يشربوا هالبينز اللي كانوا هالمشروب هيدا. ليش؟ لأنه كانوا يقولوا إنه عنده فوائد كتير مهمة، واكيد تنقلت هالتقاليد لحديت ما صرنا نعمل من هالكاكاو، من هالمشروب هيدا شوكولا. هلا بين الكاكاو والشوكولا في مراحل كثير عديده. اذا فينا نشوف كيف بيعملوا الكاكاو، يعني هل حبه الكاكاو عاده بتنطحن وبتصير تمرق بمراحل، يعني بتمرق بمراحل بتصير بيست. ونحن عاده وقت اللي نقول هيدا شوكولا من نوعيه جيده، بيكون هالبينز هولي او هالحبوب هولي فيه نسبه عاليه من بنسميها نحن كوكوا ماس، او حتى كوكوا ليكور. لا منه بير دو كاكاو، ليكور دو كاكاو. هلا بالليكور دو كاكاو في بير دو كاكاو اللي بيعملوا منه، بيستعملوه بكل انواع الشوكولا. مثلا بالشوكولا الابيض في بس بير دو كاكاو، ما في السوليدز الكوكوا سوليدز اللي فيها هيدي الفوائد اللي نحن عم نفتش عليها. هلا هون مثل ما عم نشوف عم بينطحن الكاكاو، عم ينشال القشره، الكوكوا بينز بالاحرى عم تنشال القشره كرمالتها بالاخر هالليكور دو كاكاو اللي هي بنصنع منها الشوكولا. فوالا هيدي بمرحله الطحن. وما ننسى ستيفاني انه الشوكولا وقت اللي نقول هيدا شوكولا نوعيته جيده، بيكون فيه نسبه ليكور دو كاكاو او كوكوا ماس عالي، يعني فيه بير دو كاكاو وفيه هول السوليدز اللي هن بيحتووا على الفلافونويدز اللي هن الانتي اوكسيدان اللي نحن بنفتش عليهم، اللي هن منيح للصحه، واللي هن بيساعدوا اكيد بيعطوا صيت الكاكاو عاده صيته الجيد. هلا ما ننسى انه بالشوكولا نحن وقت اللي ناكل شوكولا بناكل في ليسيتين، في كاكاو، وكمان في حليب. يعني حتى بالشوكولا الاسود اللي نحن بنسميه دارك شوكليت، هيدا الشوكولا بيحتوي كمان على تريسز اوف ميلك، يعني الاشخاص اللي عندهم حساسيه على الحليب لازم ينتبهوا حتى من الشوكولا الاسود. حتى من الشوكولا الاسود لازم ننتبه منه اذا كان عندنا حساسيه على الحليب، واكيد بينضاف له السكر. تنقول انه هيدا الشوكولا نوعيته جيده، لازم يكون في على القليله 50% من هالليكور دو كاكاو اللي حكيت عنها قبل. تحت ال 50% ببطل هيدا شوكولا بيحتوي على هالفوائد المهمه. هلا ليه بنهدي شوكولا بالسان فالنتين؟ لانه هلا الحليب كمان له فوائد.
كل شيء بناكله له فوائد. كل شيء بناكله له فوائد. الدراسات فرجت انه بالشوكولا بالكاكاو اكثر شيء. الكاكاو بيحتوي على ماده ممكن انه تسهل ارتفاع ماده الاندورفين بالجسم، والاندورفين هي نوع من هرمون او نيورو ترانسميتر بيوصل على الدماغ وبيخلي هالشعور فيل جود مود. نوع من المورفين للفيل جود هو يعني. هو شبيه بالمورفين اكزاكتلي. وكرمال هيك نحن وقت اللي بدنا نعمل كادو لحدا من بيهمنا انه يكون بمود جيد، مشان هيك الشوكولا يمكن تداولوا كنوع من، وخاصة إذا أفورم دكور يعني إنه شو بعد بدنا. صح مزبوط. في عنا اتصال ما بعرف إذا عن الشوكولا أو غير. ألو ألو بونجور. بونجور تفضل. صار لي شهرين عم حاول أتصل فيكم لليوم لعل الخير. حظك حلو عيد الفالنتين هلا. تفضل. بدي أسأل، أنا عمري 17 سنة عندي شوي كرش بدي خفف، هلا سألت أستاذ الرياضة أنا قال لي إنه ما كانت التراب من إذا بعمل علاج اليوم مع حمية غذائية. هلا بدي اسالك عن الترويقه والغدا، غدا بتغدى كيف شو ما كانت عامله امي، وبالنسبه للخبز، خبز الشوفان وبقطع هوليكي. وبدي اسالك، قال لي انه الطون بيسوى تاكل بس تجوع انت ما بدك، انه عادي على العشاء يعني ما خص ورقه طون ما في مشكله. بدي اسال اذا باثر هذا الشيء. بدي اسال كمان على الكرش اذا بدي خفف يعني. بدنا نشوف قد ايه طولك، قد ايه وزنك، قد ايه كرشك يعني. أوكي. ما فينا نعطي هيك، يمكن ما بعرف خلينا نجاوب. هلا انا ما سمعت كل الاسئله. عم بيقول انه عنده شويه كرش، عمره 17 سنه، وسال الكوتش اللي عم يعمل له رياضه، قال له على التريد ميل ايه، وفيك تاكل تونه امتى ما بدك، هيدا الشيء ما بياثر. عم بياكل خبز الشوفان واتسترا. عم بيسال اذا خبز الشوفان لازم بس ياكل خبز الشوفان ويكل تونه اذا بياثر. هلا اكيد لازم ينتبه على نظامه الغذائي. هلا نستبدل كل الخبز بالشوفان منه يمكن بالضروره شيء رح يخلينا نخفف من وزننا، لانه الشوفان مثله مثل غير انواع من الخبز بيحتوي على السعرات الحراريه. مهم شو هي الكميه اللي عم ياخذها، واكيد لازم ينظم اكله. يعني كان عم بيقول انه بده ياكل من اكل البيت، اكيد هيدي انا بشجعه عليها. هلا كميه حسب شو الرياضه اللي عم بيعملها وقديش الانتنسيتي تبع الرياضه. اكيد في نظام غذائي بيتاقلم مع هالاكسرسايز اللي عم نعمله، بس اكيد بدي تفاصيل اكثر عن وزنه وطوله مثل ما كنت عم بتقولي. التونه مش بالضروره ناكل كل يوم تونه، انا ما بشجع الناس تاكل كل يوم تونه، لانه ما ننسى انه هي من الاسماك اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الميركيور، لحديت 3 مرات زئبق بالاسبوع. مزبوط، لحديت 3 مرات بالاسبوع فينا ناكل، خاصه عند الرجال، بس مش ضروره انه يكون هو ناكل كذا مره بالنهار. صح يعني مش منه الطبق اللي رح يخلينا نعمل عضل او رح يخلينا نحرق سعرات حراريه، فيه هو برايي ما في كثير كالوريز بالتونه، مشان هيك بس يجوع بده ياكل تونه. لازم ياكل من كل شيء، مش بس من صنف واحد من الاكل، ومهم انه ينوع اكله. يعني جسمه اذا عم بيعمل رياضه بحاجه لكل شيء مش بس لتونه. صحيح التونه اذا كان بالمي بيحتوي على سعرات حراريه اقل، ولكن مي وملح اكيد، ولكن جسمنا بحاجه لغير شيء كمان. لكن تنكفي موضوع الشوكولا، لكن مثل ما كنا عم نقول انه الشوكولا او بالاحرى هالكاكاو هيدا بيعلي نسبة الاندورفين، مشان هيك بنحس حالنا منيح، مشان هيك بنهدي شوكولا بالفالنتاينز. هلا عم بيسألوا هل الشوكولا افروديزياك؟ منه افروديزياك، بس بيحتوي على مواد بتخلي شخص يكون ان جود مود، مبسوط. هلا الشوكولا عاده غير الشوكولا، مش بس الشوكولا، الاكل كمان وحتى الحلو والسكر. يعني هلا في موضه مثلا بامريكا، ما بعرف اذا فينا نشوف الصوره، اسمهم كونفرسيشن كانديز، اللي هن كمان طريقه ليعبروا عن ال يو اند مي، تكست مي، سويت لاف، يو روك. This is the new trend بأمريكا. هلا كلها سكر، وعادة السكر والحلويات بيعلوا الاندورفين كمان بالجسم. سو بعتقد هيدا هو اللينك بين انه ليش بالفالنتاينز بنهدي حلو، بنهدي شوكولا. ليش اللون الاحمر؟ لانه اللون الاحمر مثلا الستروبريز. ليش الفريز مش غير انواع من الفواكه؟ يمكن لانه شكلها مثل شكل القلب، ولانه حمراء، والحمراء هي سامبول او سامبول الحب
كرمال هيك يمكن الفريز مع شوكولا. لانه القلب نتالي بيكون لونه احمر. صح، يعني والقلب بيعملوا القلب اصلا اللون الاحمر. ايه. هو رمز للباشن. ما فيهم يدهنوا القلب غير لون بقى. ازرق واحد. ايه. الازرق مش حلو، ما عنده هالرهجه، مشان هيك افضل واحد ياكل شوكولا بس يكون مع الفريز، اكيد مش شوكولا على الحل، هيك بيكون عم ياخذ انتي اوكسيدنت اكثر. صح. يغطي الفريز بالشوكولا، هيك بيستفيد من اثنين، بيكون عم بياخذ المواد المضاده للتاكسد اللي موجوده بالشوكولا وهالبيجمون الاحمر اللي موجود كمان بعد بالفريز. عندنا دقيقه نتالي، كم حبه فينا ناكل هلا من الشوكولا؟ اذا بدنا نحكي سعرات الحراريه، عاده الشوكولا بالاجمال بيحتوي حوالي 150 ل 160 حسب كيف شو في بقلبه، بكل 30 جرام من الشوكولا، يعني بكثير لوح بلوحه شوكولا صغيره. هلا السمول تشوكليتس هن تقريبا كل 3 او 4 حبات بيعطونا 150 سعره حراريه. اكيد نختار الشوكولا الدارك تشوكليت اللي فيه اقل حليب، ما ناخذ الشوكولا الابيض حتى اذا الابيض هو كمان هلا حلو. معلي اسمحي لنا على الفالنتاينز نشكل بين ابيض ومع حليب ومع بس ما ننسى الفواكه والنوازات ومنوازات وهيك، اسمحي لنا نتالي. بس انه ان مودريشن اكيد، لانه فيه كوليسترول وسعرات وساتوريتد فاتس اكثر. اكيد. ثانك يو نتالي، هابي فالنتاينز داي لك ولزوجك وللمشاهدين كمان. اوكي خلص وقتنا، ثانك يو، بنشوفك نكست ويك على راد. مشاهدينا وقفه وبتكونوا مع اي ويتنس.